تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بنسيجيه الاسلامي والقبطي بمناسبه اعياد الربيع وعيد القيامه وقرب حلول عيد الفطر المبارك معتبرا ان تلاحم اعياد الاخوه الاقباط مع شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر يمثل دلاله مهمه على تنوع نسيجها الوطني الذي كان دوما سر تفرد مصر عبر العصور ومصدرا لقوتها وعظمتها جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء بالعاصمه الاداريه الجديده حيث وجه مدبولي بسرعه استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمه الاداريه الجديده لوحداتهم المخصصه لهم في مدينه بدر مع سرعه تشغيل الخدمات المختلفه في هذه المنطقه من مدارس ومراكز طبيه وخلافه كما وجه بتيسير اليات نقل الموظفين الى الحي الحكومي من مختلف المناطق عبر منظمه النقل الجماعيه التي وفرتها الدوله وفي هذا الإطار أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على حل أي تحد يواجه الموظفين من أجل انتظام العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة معتبرا أن مثل هذه التحديات أمر متوقع في بداية انتقال الحكومة لمقارها بالحي الحكومي